عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة يوميات بوسي وبناتها. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض المكرونة البشاميل. الطريقة بتاعتي إن شاء الله جميلة وإن شاء الله هتعجبكم وسهلة. أنا هنا عندي نص كيلو لحمة مفرومة جايباها من عند الجزار، دي 3 بصلات ضرباهم في الكبة، هنا معايا لتر لبن، ومعايا مكرونة، ومعايا قشطة. لو ما عندكيش هنا جبنة بريزيدون اللي هي بالقشطة، لو ما عندكيش ممكن تستبدليها بالجبنة النستو. دلوقتي هنشوف هنعمل ايه مع بعض، تعالوا معايا. شايفين انا جبت هنا طاسة على النار، هحط فيها معلقتين سمنة اهو، اهو هنزل بقى بالبصل، ده عشان اعصج اللحمه اهو. النار حلة حاطة فيها مية وحاطة فيها ملح بس، حاطة زيت. المكرونة البشاميل مش بيتحط لها زيت لما بسلق المكرونة اهو. انا احط الكيس اهو، لو انت عددكم اكبر من كده ممكن تحطي اكتر، ممكن تحطي كيلو، تحطي كيلو مكرونة. انا عملت كمية على قدي، عملت ايه كيس الملكة ده بيبقى 400 جرام، حلو قوي يعني، بيعمل صينية حلوة قوي اهو. هسيبها على النار عشان تتسلق، وهسلقها نص سلقة عشان تكمل سواها ايه في الفرن. واهو الطاسة معاكم اللي حطيت فيها البصل اهو، اهو هنزل بقى باللحمة. هنزل باللحمة المفرومة كده على البصل اهو، اهو زي ما انتوا شايفين خلاص اللحمه هنا اتعصجت معايا. هحط التوابل والملح اهو. التوابل هي ايه؟ توابل لحمه وملح. الملح هحطه لما اللحمه تتعصج معايا خلاص اهو. والفلفل الاسود طبعا خلي طعمها حلو قوي اهو، هي اتعصجت معايا هنا خلاص. طماطم في الكبة وحطها على الايه؟ على الايه؟ اللحمة المتعصبة. عايزة تحطي طماطم حطي، يعني ده مش اجباري يعني، براحتك. انا بحب احط طماطم، اللي عايز يحط طماطم يحط، اللي مش عايز يحط طماطم ما يحطش. انا ضربت 3 طماطمات في الكبة اهو، وحطيتهم قدامكم اهو اهو. سيبها تاخد مع بعضها شوية طعم وارجع لكم تاني عشان نعمل ايه البشاميل. بقى هنا للبشاميل جبت معلقتين سمنة قد دي كده بالظبط، هتنزلت معلقتين سمنة خلاص، معاهم معلقة صغيرة زيت. هنزل بقى الدقيق اهو، اهو اهو تمام. هقلبهم شوية مع بعض اهو،
هحاول بقلب كويس اهو. حطيت السمنه وحطيت الدقيق وحطيت معلقه زيت اهو. عبين مرقه براحتك، عايزه تحطي مرقه حطي اهو. على النار التانية، على العين التانية قصدي اهو، زي ما انتوا شايفين اهو اللحمة. وانا هنا اهو سلقت المكرونة، وانا هنا اهو زي ما انتوا شايفين بعمل البشاميل اهو. اقلبها كويس كده اهو عشان هنزل بقى باللبن اهو. لتر لبن اهو، كيلو لبن اهو. اقلب بقى كويس عشان ما تكلكعش مني اهو اهو، ما تكلكعش مني ابدا اهو اهو. زي ما انتوا شايفين بدأت تتقل معايا، ما كلكعتش مني ولا اي حاجة اهو اهو اهو. انا هنا هنزل بالمية اللي سلقت فيها المكرونة، شوربة المكرونة يعني، هنزل بيها اهو. عايزة تعملي كده ماشي، مش عايزة تعملي كده براحتك، عايزة تنزلي بمية ماشي اهو، عشان هي بدأت تتقل معايا وانا مش عايزه اخليها لا تقيله خالص ولا عايزه اخليها خفيفه خالص، عايزه اخليها متوسطه اهو اهو. عايزه تحطي ميه حطي، عندك شوربه فراخ حطي. انا حطيت بالشوربه اللي سلقت فيها المكرونه، حطيت كوبايه واحده بس براحتك، ده يعني حسب الرغبه اهو. انتوا شايفين هنزل بالجبنه البرزدون اهو، لو عندك جبنه نستو انزلي انزلي بيها، انزلي بيها على البشاميل اهو، تخلي طعمها حلو قوي. خلاص وهحط هنا رشه جوزه الطيب، جوزه الطيب بتخليها طعمها جميل قوي اهو، رشه بسيطه خالص يعني اهو بس كده. وهحط ملح، فلفل اسود، لو عندك فلفل ابيض حطي، فلفل ابيض بيخليها ايه حلوه اهو. اهو البشاميل خلصت اهو، القوام بتاعها حلو مناسب ليا جدا اهو، ده يعني القوام اللي انا محتاجاه اهو، لا تقيله خالص ولا خفيفه خالص اهو. لو عندك معلقه قشطه حطي معلقه قشطه بدل الجبنه اللي انا حطيتها او الجبنه النستو براحتك، حطي معلقه قشطه اللي طعمها حلو قوي اهو.
خلاص كده خلصت معايا. تعالوا نشوف بقى نعمل صينيه المكرونه البشاميل ازاي. خليكم معايا. شايفين خلاص البشاميل هنا، البشاميل خلصت معايا اهو، القوام بتاعها كويس. هنا اللحمه اللي انا عصقتها معاكم، وهنا المكرونه اللي سلقتها، انا سلقتها نص سوا، خليتها تاخد نص سوا. بص اهو اهي مش مستويه خالص اهو، الكاميرا واضحه مش عارفه موضحها ولا ايه اهو، عشان تكمل سواها في الفرن. وهي الصينيه اللي انا هعمل فيها البشاميل. اول حاجه هحط زيت اهو، وزعها كده في الصينيه كويس اهو، واحط شويه بشاميل اهو اهو، هي المكرونه هحط عليها البشاميل اهو، هقلبها كويس، هجيب معلقه ثانيه واحده. انا قلبت البشاميل مع المكرونه اهو كويس، نزلت اهو باللحمه شويه على ايه، على المكرونه. مامتي على طول بتعمل الطريقه دي، انا متعلمها منها اهو. اقلبها كويس كده، جبت صينية المكرونة اهو، هاخد نصها وانزل بيه على الايه اهو. بس كده افردها يا ريت تبقى ايه يعني المكرونه تبقى من تحت يعني تبقى كميتها كويسه مش كتيره، عشان لما تخش الفرن وتطلع ما تبقاش كده تقيله ومعجنه اهو. بس كده شويه اللي في الصينيه دول اهو، هنزل بقى باللحمه اللي عصجناها اهو. انا بحب بصراحه تبقى لحمتها كتير، تبقى اللحمه المفرومه يعني فيها كتير، عشان يبقى ايه طعمها ان شاء الله حلو يعجبكم. جربوا ان شاء الله الطريقه دي اهو، كل واحد وطريقته اهو. هوزعها في الصينيه اهو، يا ريت يكون واضح. وهحط نفس كمية المكرونة اللي انا حطيتها من تحت، هحط نفس الكمية برضو من فوق اهو. هسويها يا جماعة، معلش لو الفيديو طويل، معلش عشان الكل يستفاد، او اي حد مبتدئ يتعلم اول مرة يعمل صينية المكرونة البشاميل يعملها حلوة، يعني يتعلم يعملها كويس اهو. هسويها، هحط المكرونة في المعلقة دي كده، ابتدي اسوي فيها كويس اهو كده البشاميل هنا اهو.
ما حطيتش بيض ولا اي حاجة خالص، وشها يحمر وهتبقى حلوة قوي اهو. هتشوفوا كل ده معايا ان شاء الله اهو. سويها بقى اهو. احط بقى على الوش ايه؟ رشه بقسماط اهو اهو، رشه بسيطه. دلوقتي بقى انا هدخلها في الفرن، مش هحطها على الصاجة، هحطها على الشبكة خلاص. دلوقتي هدخلها الفرن وان شاء الله لما تخرج هوريها لكم، خليكم معايا. اهو زي ما انتم شايفين خلاص صينية المكرونة بالبشاميل اللي طلعت من الفرن اهو. بصوا وشها احمر ازاي اهو. هي دلوقتي طبعا دلوقتي سخنة، ما ينفعش اقطعها خالص هي وسخنة، هتتعجن وهتتفرول من بعض وهيبقى شكلها مش حلو. هستناها تهدى شوية وهقطعها معاكم. احنا هنقطع مع بعض دلوقتي المكرونة، وانا قلت لكم ما تقطعهاش هي وسخنة، هقطعها اهي وهي باردة، اول لما بردت يعني اهو. خليكم معايا اهو. اهو اهو زي ما انتم شايفين. بصوا طلعت ازاي معايا اهي اهو. بصوا طلعت ازاي، عشان قطعتها وهي دافية. لو قطعتيها هي وسخنة مش هتطلع بالمنظر ده، هتبقى متفرولة وهتبقى معجنة اهو. بصوا بصوا عاملة ازاي، بصوا بصوا اهو، بصوا عاملة ازاي. هقدم بقى معاها مخلل عندي للأكل خلاص. انا حطيت مخلل وهو طبق التقديم جاهز. يا رب ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. لو انت مش مشتركه في القناه يا ريت تشتركي في القناه. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا له لايك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.